نشرت الفنانة زينة صورة جديدة ليها من كواليس مسلسل أعلى سعر مع الفنانة نيلي كريم، وتظهر بملابس الباليه عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام. ويعتبر لأعلى سعر التعاون هو الأول اللي بيجمع نيلي كريم وزينة في الدراما، رغم تعاونهم في فيلم 1-0 اللي طرح في السينمات عام 2009. ويشارك في بطولة لأعلى سعر مجموعة كبيرة من النجوم، منهم زينة، نيلي كريم، أحمد فهمي، وأحمد مجدي علي، وهو من تأليف السيناريست مدحت العدل وإنتاج العدل جروب، ومن إخراج منذ العدل. يا رب ما ندمش إن أنا سبت كل حاجة عشانك. أنا عشانك هكون أحسن واحد في الدنيا دي كلها. إيه بنت الرخص اللي أنت فيها؟ دي جميلة اللي أنا أعرفها. جيبي بوسة. أنت لو بصيتي لنفسك المراية ثانية واحدة. أنت مكانك الطبيعي ترقصي. أنا عايزك تبقي شمال. مش لازم كل الناس تعرف إن المراية بترقص. مش دي بنتي.